عنصر الاهل المخلوطه يعني لحم كثير وشويه هيك رزات وعدسات ويصير طيب اللحم اصلا طبعا من اللحم المخلوطه اسمها المخلوطه يعني صوران انت من عنقنا من اقرب الناس الينا جيناكم اليوم من مدينة إلها اسم مميز وبيعود تاريخها لأصول سريانية صوران مدينة بتقع بريف حلب الشمالي وبتتميز بتلتها والنهر يلي فيها ولحتى تعرفوا تفاصيل أكثر عن هاي المدينة وسبب تسميتها بهذا الاسم خلوكم معنا للنهاية والله يا العهوة أجدادنا اللي بيحكوا إنه كانت كلها روايات إنه شو اسمه إنه اسم سرياني يعني أولي كان على أيام القديمين يحكوا إنه اسم سرياني طبع وصارت آخر شيء طبقوه وصارت صوران والله ما عندي معلومات طاول عنه ما بعرف والله بقولوا على دور العثمانيين كان قبل يعني من قبل العثمانيين كان فيه ملك بيدابق يقلن بدي صويران يعني الماء البارد يجوا لهون لصوران ياخذوا مي بارد فانطلق عليه هذا الاسم صويران صوي بالتركي ماي ران بارد يعني صورين بعدين سموها الاسم صوران ايش هو الصوران؟ يعني مثل القوس مثل هذا مع زمان اجى الاسم؟ ايه والله قدم التاريخ تسمى صوران نحن من في صورانات ثلاثة بسوريا صوران حما وصوران الباب وصوران عزاز ثلاث صورانات معروفة بالزراعة ومعروفة بشعبها شعبها كويس كتير يعني يمكن إذا جيتوا شفتوا يعني يمكن شعبها أفضل شعب بالمنطقة يعني مو عملني أنا بن صوران طبعا بس عم بحكي الواقع والله هلا هي على ما يبدو أنه الاسم يعني آرامي أو سرياني قديم في له معنى تاني ممكن يكون ممر او محطه على ما اعتقد هيك يعني يمكن والله بعرف من زمان مجدادنا بيقولوا عنا صوران بقى ايش السبب يعني تسميه ما بعرف بالضبط يعني بيقولوا له صوران روايات تانية هي ضعيفة هي كلمة صوصان وما صوصان هي كلمة ضعيفة بس اصول التسمية لاسم ملكي اسم الران وحطت السور فبعد ما حطت السور سميت بسور الران فصلحوا تصليح يعني صارت صوران يعني صوران تسمت اسم قديم سرياني طبعا ومعنى الاسم صوران انتم في اعناقنا مشهوره بالزراعه والمواشي هلا كإداريا لعزاز طبعا عزاز منطقة صوران تجي مدينة وراها طبعا لعزاز عارف شلون وهيك منكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم ومثل ما شفتوا تعددت روايات الأهالي حول اسم هاي المدينة لكن معظم الآراء أجمعت على أنه الاسم بيعود لأصول سريانية وأنتوا كمان إذا كنتوا بتمتلكوا معلومة حول هاي المدينة لا تنسوا تشاركوها معنا عبر التعليقات كنت معكم أنا ديان وسلام.